السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في 26 من أيار الحالي اقتحمت ميليشيات الحشد المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تعتبر مركز الحكومة وسفارات دول العالم في العراق، وذلك على خلفية اعتقال القوات الحكومية لقاسم مصلح القيادي في ميليشيات الحشد في محافظة الأنبار، إذ سبق لهذه الميليشيات أن هددت بقطع أذن مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة. والآن دعونا نتابع مشاهدينا الكرام في المقطع التالي أفرادا من هذه الميليشيات وهم يستهزئون مجددا بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بعد اقتحامهم للمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث تداول ناشطون مقاطع مصورة لعناصر الحشد وهم يهاجمون القوات الحكومية ومصطفى الكاظمي خلال اقتحامهم المنطقة الخضراء. ويظهر أيضا في المقطع الذي ستشاهدونه بعد قليل، يظهر أحد المقاطع عنصر من الحشد وهو يتحدى قوات مكافحة الإرهاب وينعتها بالقوة الجبانة بعد عجز الأخيرة عن مواجهتهم خلال اقتحامهم للمنطقة الخضراء. فنشاهد. شنو الكاظمي؟ نايم يا حي. يلا وين الذهبية اللي صيحت؟ يلا. طب وين اخذنا طلعنا على شارب؟ ابن الحشد وصلنا هنا. شوف القدرة الذهبية. ساعة وحدة. يلا تاكل. تابعتم هذا المقطع مشاهدينا الكرام، فلابد للقوات الحكومية أن ترد. في إطار تبادل هذه التهديدات والشتائم والوعيد بين الميليشيات وبين القوات الحكومية، أظهر مقطع آخر سنراه بعد قليل قوة حكومية وهي تلوح بسحق الميليشيات بالأحذية أجلكم الله إذا ما اقتحمت المنطقة الخضراء مجددا خلال انتشارها في بغداد، وذلك بإسناد من الألوية المدرعة ردا على المقاطع التي نشرها الحشد لعناصره والذين وصفوا القوات الحكومية بالجبانة وبأوصاف أخرى. إلى كل من يتطاول على القوات الخاصة العراقية، إذا ما تحترم قانون العراق طب عليك قانون البساطين. تابعنا هذا الشد والجذب بين الميليشيات وبين القوات الحكومية. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعضا من هذه التغريدات حول وسم الحشد منظمة إرهابية. مشاهدينا، في أول تغريدة من حسن الكعبي يقول: أثبت اليوم الحشد أنه ميليشيات تأوي المجرمين والصكاكة. أصبح الحشد خطر كبير على العراق لحماية الفاسدين والمجرمين، ويقتل كل من يفضح فساده وإجرامه. الآن أصبح العراق تحت رحمة السلاح المنفلت والميليشيات التابعة للصكاكة الحشد المحشي. في تعليق لدينا مشاهدينا الكرام محمد الشلبي أو تغريدة، محمد الشلبي يقول: تصفية وقتل الناشطين، ترويع المدنيين، مصادرة أملاك، إتاوات، فساد مالي وأخلاقي، عمالة وخيانة للوطن. تعددت الموبقات والقذارة واحدة وهي الحشد الشعبي. وطبعا أرفقها بصورة العلم الإيراني في إشارة إلى انتماء هذه الميليشيات وولائها. إيهاب يقول: عمي سلموا الدولة رسميا للميليشيات حتى نقدر نلم غراضنا ونقدم لجوء ونخلص من هاي المهزلة. في آخر تغريدة لدينا من أحمد الشحماني يقول: الحشد وصمة عار في جبين كل من ينتمي إليه. طبعا ضمن كلمة الحشد برقم 11 في إشارة إلى داعش، وهذا الموضوع يذكرنا حقيقة بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي قارنت بين جرائم ميليشيات الحشد وداعش وقالت بأنها ترتقي لتتساوى في المكانة. دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. نظم متظاهرو مدينة الناصرية تظاهرة قرب محكمة ذي قار للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي، بالتزامن مع إطلاق حملة شعبية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تطالب أحمد أبو رغيف وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، والذي تحاول وسائل الإعلام الأمريكية تسويقه على أنه رجل المرحلة الذي واجه الميليشيات والفاسدين.
هذه الحملة الشعبية على موقع تويتر طالبت أبو رغيف بالتدخل لكشف مصير الناشط المخطوف سجاد العراقي إن كان جادا في التصدي للميليشيات. فلنتابع. إذا المشاهدين الكرام، دعونا نتابع التغريدات التي وردت حول وسم سجاد وين يا أبو رغيف. تغريدة من علي المدني يقول: الذي خطف سجاد العراقي هو إبراهيم الإدريسي التابع لميليشيا بدر وكان عضوا في الحشد. في تغريدة أخرى لدينا من دكتور علي الجابري يقول: صديق سجاد العراقي، السلطات في الناصرية عرضت الكثير من المغريات والمناصب على سجاد لإسكات صوته بما فيها منصب في المخابرات، لكنه رفض واستمر في الاحتجاجات حتى تم اختطافه. لدينا تغريدة من محمود النجار يقول: والدة سجاد العراقي تقول: فقط أريد أن أعرف ابني ميت لو عدل حتى نرتاح، وهاي صار 9 شهور ننتظره، وما بقت جهة حكومية وقضائية ما حكينا وياها، وقدمنا لهم كل الوثائق والدلائل لكن كل الجهات الرسمية غير متعاونة وتحاول المماطلة بهدف عدم الكشف عن القتلة. لدينا تغريدة أخيرة في هذا الموضوع من يوسف يقول: الكل يعرف اسم خاطف سجاد، خصوصا وأنه تم خطفه أمام أنظار أصدقائه، وللآن الحكومة عاجزة عن إيجادهم لمعرفة مصيره. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. انتقد مواطن عراقي الإهمال الحكومي والفوضى بتوزيع لقاحات فيروس كورونا في مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد في ظل العجز الحكومي عن تقديم اللقاحات رغم وصول إشعار للمواطنين بالحضور من أجل التلقيح. دعونا نشاهد. اليوم الاثنين الساعة 11 الصبح شغولة طباط العين، يقول لك ما عندنا لقاح. الأخ وزير الصحة تاسر الحجامي مستشفى الكرخاي مستشفى اليرموك على مود تشوفه بعينك، لا تقولون المواطنين ما يلقحون، احنا موجودين وجتنا رسائل على الموبايل حازين وموعدنا اليوم، وهاي مثل ما تشوفون بعينكم. يلا دولة عازة عن توفير اللقاح لمواطنيها، مبروكين. شوف الظلمة طفوا علينا الضوء يقولون يطردونا. ها ها بالله عليك، هذا اسلوب؟ هاي اخلاق؟ يلا يلا يا حبيبي يا وزير الصحة، شوف بعينك، شوف شوف لجنة الصحة والسلامة وينها، خلي تشوف. ها هاي احنا عايشين دوامنا وعايشين شغلنا وجايين اللي هنا، واخر شيء يقول لك ماكو لقاح. هاي مستشفى اليرموك. شكرا شكرا للحكومة الرشيدة. مشاهدينا الكرام، نبقى في هذا الموضوع وننتقل إلى مشهد آخر ربما تعود عليه العراقيون منذ الاحتلال ولغاية هذا اليوم، مشهد من مشاهد الإهمال الطبي كثيرة في العراق، ولعل من أبرزها فاجعة مستشفى ابن الخطيب الذي حاولت السلطات التستر عليها والاكتفاء بقبول استقالة وزير الصحة دون محاسبة. ومن بين هذه المشاهد أيضا التي يتداولها العراقيون مؤخرا هو مقطع مصور يرصد جرذانا عملاقة داخل مستشفى بن غزوان في محافظة البصرة للنساء والأطفال وتحديدا قرب ردهة الخدج. دعونا نشاهد هذا المقطع. هاي بمستشفى ابن غزوان يم الخدج. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بهذا الشأن في موقع فيسبوك. لدينا عدنان يقول: وين الغرابة بالموضوع؟ هي مستشفيات العراق كلها قذرة ولا يوجد بها أبسط شروط النظافة، وهذا حال كل مؤسساتنا الصحية، إهمال وقذارة وفساد. لدينا تعليق من علي العراقي يقول: يلا جريدي جريديين ما يأثرن على الصحة العامة على قولة صاحبنا الخدران. وهنا تعليق من أحمد يقول: نسخة منه إلى المصابين في فلسطين جراء القصف الإسرائيلي، والتي تبرعت وزارة الصحة بعلاجهم حيث يتوفر أجود أنواع الجريدية.
ولدينا تعليق أخير من مريم تقول إحنا عندنا وزارة صحة وما عندنا صحة، وزارة تعليم وما عندنا تعليم، وزارة تجارة وحصة ماكو، وزارة كهرباء وكهرباء ما عندنا، وميزانيات انفجارية، هم يبكي هم يبكي وهم يضحك. في موضوع آخر مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى تعامل المسؤولين مع المواطن العراقي، كيف يعاملوه بصدر رحب، طبعا هي بطريقة تهكمية نقوله. هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعامل مدير بلدية مدينة الناصرية كاظم الصافي مع الطفل وقف بجانبه خلال جولة ميدانية له بسبب دفعه لهذا الطفل بالقوة إلى الخلف دون مراعاة لصغر سنه. فنشاهد تصميم الجامع يجي من سيدنا للتوضيح، هذا ما عندنا مشكله بيه، اشتغلناه هذا راح نطلعه ماكو مشكله، بس هذا ما يمتد، اكو قدامه خدمات، هذا 200 متر وتجي قدامه خدمات، يعني منو بيبدي شغله. بهذه الطريقه تعامل المسؤول الذي ينظر اليه هذا الطفل ربما في يوم من الايام انه يقتدي به، لعلي وعسى ان اصبح مسؤولا في هذا البلد اخدم بلدي، فاذا به يلقى هذه المعامله. دعونا ننتقل الى مقطع آخر مرتبط بإنجازات هؤلاء المسؤولين. ما الذي ينتج عن مثل هذه الجولات في المشاريع على الأرض؟ المثال هذا الذي ستشاهدونه الآن أكبر دليل على إنجازات هذه السلطة في العراق. عمود كهرباء يتوسط شارع عام، شارع رئيس، تم إعادة تأهيله بعد أن وضع في وسطه هذا العمود الذي ستشاهدونه بعد قليل، في إشارة لغياب أدنى شروط السلامة الهندسية الواجب توفرها في تصميم الطرق الداخلية والخارجية كذلك في العراق. السلام عليكم إخوان، هذا الشارع تبليد جديد، بس تفاجأنا به من تفاجأنا بهذا العمود بالنص باوعه، يعني كارثة، شر البلية ما يضحك، يعني كارثة، يعني نايم قاعد، والله ما أدري يمكن نايم، يعني هسه هذا شلون بلاط، الله شاهد هذا ابني ماكو اخوذ كلش، بس من نطيها الشغله ما يسويها، يعني خلينا بنص سايد، اي الله شاهد. هذه هي المنجزات. فنتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بهذا الصدد. مصطفى يقول هل بلد صار مضحكه بين الدول بسبب السياسيين، وصلنا لادنى مستوى. تعليق من خالده تقول تيال تيالين ما ياثرا على هيبه الشارع. طبعا ربما تكررت هذه الجملة بشكل أو بآخر، هي تشير إلى وزير الدفاع جمعة عناد الذي قال عن ما تفعله الميليشيات في العراق من إرهاب، صاروخ صاروخين ما يأثرا على هيبة الدولة. دعاء تقول عفية بلد تريد لك شي بحظ، ماكو، كل غلط بغلط. وفي آخر تعليق لدينا من معا يقول منو خطط للشارع وكلهم منا يصير الطريق، مسؤول البلدية ما طلع كشف على الشارع وشلون نطاهم موافقة، مرتشي أكيد، الله يطيح حظكم. مشاهدينا الكرام كان هذا ما لدينا بهذه الفقرة الآن، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع فقرة أنت ترى. وردنا هذا المقطع وهو يتحدث عن لفيف من مناطق نهر القادسية، هؤلاء الأشخاص يبلغ عددهم 10,000 عائلة جنوب محافظة بابل يعانون من شحة مياه الشرب وسقي أراضيهم الزراعية، ويقولون بأن المحافظ من هذه المنطقة، لكن هذه المناطق هي زراعية وتعاني من انقطاع المياه وتوقف مضخات ضخ المياه فيها، ويتم استغلال هذه المياه أو هذه المضخات فقط للدعايات الانتخابية كما يقول أهالي المناطق. فنشاهد. نحن لفيف مناطق نهر القادسية، ما يقارب أكثر من 10,000 عائلة أكثر أو أقل، وهذه العوائل كلها عايشة على هذا النهر، لأنه هذا النهر الوحيد اللي يمول المنطقة، وأصبح المي في هذا النهر مفقود، ونحن نعاني من مشكلة شحة المياه. احنا حلالنا لا مي شرب ولا زراعه ولا فل شيء، وانتهينا، واحنا نعتب على محافظنا لانه ابن المنطقه نواب محافظه بابل، لانه نرجو نطلب منهم المتابعه. خويا احنا هاي المشريه مخلينها دعايه للانتخابات،
وقت الانتخابات يشغلون مضخه يحكون على الوادي، الشيوخ تجي بويا تعالوا طلعوا ما تطلع الشيوخ، احنا تعبنا وملينا، مي ساله ماكو، المضخات ينباق غازن، هاي المضخه الرئيسيه يبقون غراضها ويشغلون بها غير المضخات، الناشد المهندسين ما يجون، الناشد الدوله ما تجي، بس وعود وماكو نتيجه. يا حج الله وكيلك ملينا من الاحزاب الاسلاميه، ملينا من دول تسوي قصصهم. أهلا بكم مع فقرة صندوق الوارد. لدينا رسالة مناشدة حقيقة، دعونا نقرأها سوية مشاهدينا الكرام. مناشدة إلى وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نحن مجموعة من الموظفين نعمل في مديرية بلدية بورطلة، وعددنا 26 موظفا، لدينا الموافقات الأصولية لاستلام قطع الأراضي وفقا لاستحقاقنا، لكن محافظ نينوى والحالي وبعض الشخصيات الخارجة عن القانون ترفض توزيع الأراضي لنا بالوقت الذي وزعت فيه بلدية الكيف قطع الأراضي لموظفيها البالغ عددهم 44 موظفا. مشاهدينا الكرام، هناك معاناة حقيقة يعيشها العراقيون في مجالات مختلفة، دائما ما تريدنا رسائل ومناشدات، نتمنى من حضراتكم أيضا أو لمن يرغب بأن يعرض المناشدة أو المشكلة التي يعاني منها في العراق أن يرسل لنا هذه الرسائل عبر منصاتنا الإلكترونية المعتمدة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مع فقرة الهاشتاج. أطلق ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي واسم اليونامي شريكة القتلة، وذلك في ظل تواطؤ بعثة الأمم المتحدة إلى العراق وممثلتها جينين بلاسخارت مع الميليشيات والحكومة ووقوفها بصفهم ضد المتظاهرين العراقيين عبر بياناتها ومواقفها التي لم تشخص بوضوح حجم الإجرام الذي يتعرض له الشعب العراقي. دعونا نقرأ بعضا من هذه التغريدات. رقية تقول: كل من رضى باللي صار وسكت هو شريك بالقتل، وإن شاء الله رب العالمين يطلع حقنا منهم. لدينا تغريدة من أحمد يقول: سؤال، المجتمع الدولي كيف يتغاضى عن استباحة الميليشيات للدولة العراقية وهو لا يزال معترف بها ولديه تمثيل دبلوماسي في العراق؟ يتساءل أحمد. في تغريدة من مصطفى العراقي يقول: إن الأمم المتحدة المكان الذي يتم فيه التصويت على حقوق الإنسان، وفيه يهتز العالم بسبب المساس بالحقوق الاجتماعية لإنسان ما، بنفس الوقت تباد أمة كاملة وتهجر دون أن يرف طرف لهذا العالم المتمدن. ولينا تقول: المنظمة العالمية العمياء عن ما يحدث من قتل للعراقيين من قبل نظام سياسي قمعي. مشاهدينا الكرام، دائما ما نطرح هذا الموضوع ولا بد أن نستمر بطرحه. جينين بلاسخارت كانت وزيرة الدفاع الهولندية في عام 2015. في عهدها ارتكب الطيران الهولندي مجزرة في قضاء الحويجة بمحافظة التأميم، أودت بحياة ما لا يقل عن 75 مواطنا عراقيا مدنيا بريئا. اعترفت وزارة الدفاع الهولندية فيما بعد والحكومة الهولندية بشكل عام بأنها قتلت مدنيين أبرياء لا علاقة لهم لا بداعش ولا بأي عنصر مسلح آخر في العراق، وهذا الموضوع كان في عهد جينين بلاسخارت، وهي الآن التي تمثل الأمم المتحدة في العراق وتتحدث عن حقوق الإنسان ومحاسبة المجرمين. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع القصص المنوعة. في أول مقطع لدينا: لفلسطينيين يقضون أيامهم في خيم بنوها فوق أنقاض بيوتهم التي دمرها الاحتلال كليا، لعلهم يسترجعون بعضا من الذكريات فيها. دعونا نشاهد. نتنياهو اللي دمر المنطقة يجي يبنيها، هو يفشل ويجي يحمل العالم مسؤوليته؟ مش هيك.
فيش مكان إلا الخيمة هذه لإلنا حالياً يعني، وأهلي بناموا عند دار سيدي اللي حتى الفترة هذه وضيق الدار كتير يعني، وبدنا نحاول نتأجر ونطلع برا صراحة. والله هو احتمال إنه يرجع، بس إحنا خايفين من مسألة الوقت. بس بدك الصراحة، أنا ربيت أولادي من هم صغار وأبوهم مش موجود، إن ذكريات كتير أنا وأولادي في البيت هذا. يمكن البيت يرجع، يمكن، بس الذكريات مستحيل ترجع. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى قصة أخرى، وننتقل من فلسطين إلى جارتها مصر، حيث يحاول صيادون مصريون حولوا النفايات التي توجد على سطح النيل إلى مصدر دخل لهم عبر جمعها وبيعها. دعونا نتعرف على قصتهم. من ساعة الكورونا مدت دي سنة ها مفيش حاجة، البحر وقف، والشغلانة دي يعني نفعت معانا شوية. بنيجوا مثلا بنلم منه 10-15 كيلو، بياخدوا مردع على 11 جنيه برضو، فتحت برضو معانا يعني على 5-6 كيلو سمك من البحر، هالعملية عايشة. اصبح البحر بدا يزيد، وبدا النظافه بتاعه النيل من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه بدا يبقى داخلين، بدل يبقى داخل دخل ثابت لمعين لصياد فينا، بدا عنده دخل ثاني، حاجه برضو بتساعده في المعيشه. هم اصلا اكتر ناس حافظين النيل، واكتر ناس عارفين البلاستيك بيتلم فين والبلاستيك بيتكون فين، فهم كده كده يعني اول ما نزلناهم قلنا لهم عايزينكم تلموا بلاستيك، انطلقوا ولموا كم مهول من البلاستيك، عشان هم اكتر ناس عارفين النيل وحافظينه. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.